ما الأوامر؟ ماذا؟ أيها القروي كشاف سأنفذ فارس أمرك أمرك أيها القروي ماذا؟ أفعل بما تأمر كشاف كما تشاء أمرك سأنفذ ماذا؟ أمرك فارس أجل بكل تأكيد أنا أتحرك ما الأوامر؟ أجل كشاف سأذهب ما الأوامر؟ بكل تأكيد مستعد سأذهب بما تأمر؟ سأفارس أمرك؟ أمرك أصعد على ظهر الحصان سأنفذ ما الأوامر؟ بما تأمر؟ مستعد كشاف مستعد أمرك أعمل فارس سأذهب بكل تأكيد مستعد أجل مستعد أمرك بما تأمر؟ أنا أتحرك أمرك مستعد أمرك مستعد الأعداء سأذهب سأنفذ كما تشاء أصعد على ظهر الحصان أنا أتحرك بكل تأكيد أمرك سأذهب الأعداء أمرك ما الأوامر؟ أصعد على ظهر الحصان فارس سأنفذ أنا أتحرك ما الأوامر؟ أمرك فارس أجل كشاف كما تشاء أنصتوا أجل فارس استعدوا أمرك ما الأوامر؟ أجل كشاف بكل تأكيد فارس سأنفذ فارس سأذهب أجل سأذهب خطر أمرك بكل تأكيد أنا أتحرك أصعد على ظهر الحصان كشاف سأذهب كما تشاء ما الأوامر؟ سأنفذ ما الأوامر؟ استعدوا لمثل هذا العمل سأنفذ بكل تأكيد بما تأمر؟ ماذا؟ كشاف مستعد مستعد أمرك مستعد أمرك كشاف كما تشاء أصعد على ظهر الحصان فارس ماذا؟ بكل تأكيد ما الأوامر؟ أمرك خطر أمرك بكل تأكيد ما الأوامر؟ استعدوا أنا أتحرك مستعد بما تأمر؟ فارس أجل سأذهب فارس سأنفذ مستعد سأنفذ كشاف أجل فارس أمرك 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 مستعد سأذهب أشعرني أمرك السهم في وضع الإسلام أمرك يا سيدي سأركب ما هي الأوامر؟ سأنفذ ما هي الأوامر؟ أوامرك يا سيدي أجل
مرحبا. الفرس مستعد. القوس جاهز. إلى المعركة. وصل الأمر. نكسر. ما هي الأوامر؟ أتحرك الآن. الفرس مستعد. ما حاجتكم؟ وصل الكشافة. أفعل ذلك بالفعل. أوامر. أتبع الأوامر. الفرس مستعد. أسرعوا. ما العدو؟ وصل الكشافة. الرامي راكب الجمل جاهز. ما هي الأوامر؟ انتبهوا. لدي مهمة. انصتوا. سأفعل. استعد اضبطوا الآن. هبتوا يا من. القوس جاهز. جاهز حالا. جاهزة للعمل. انتبهوا. تحركوا أيها الجنود. أنصتوا حالاً. لنذهب. الأوامر قادمة. أنصتوا. سيروا إلى الأمام. إلى هنا. ما هي الأوامر؟ نتعرض للهجوم. وصل الكشافة. أوامرك يا سيدي. انتبهوا. إلى المعركة. أسمع. ما هي الأوامر؟ اصبر كما تشاء. جاهز للعمل. سنصير إلى الأمام. العدو. انتبهوا. سأنفذ. سأفعل. أنصتوا. تحركوا أيها الجنود. أوامرك يا سيدي. جاهزون. العدو قريبون. انتبهوا. أسمعوا. استعدوا جميعا. ألقوا كما تشاء. لدي مهمة؟ ما هي ال... انتبهوا. سأفعل. استعدوا. نحن تحت هجوم. جاهز. وصل الكشافة. اقتلوا. أوامرك يا سيدي. القوس جاهز. ما أسمع. هيا بنا. أنصتوا يا بنا. نذهب. مصبت هيا بنا. القرويون مستعدون وحاضرون. أنصتوا. القرويون هنا. هيا بنا. الأوامر قادمة. أجل. مرحبا. انتبهوا. أنصتوا. لنذهب. انتبهوا. أنصتوا يا رجال. أصبوا. أنصتوا يا رجال. سأفعل. أنصتوا. أجل. انتبهوا. لدي مهمة. تقدموا معا. انتبهوا. الى انتبهوا. الخير. انصتوا يا جزيرة. مشكلة هنا. نتعرض للهجوم. الأوامر. أجل. سأل. جاهزون. اثبت. انصتوا حالا. مصطفوا. انتبهوا. اصبوا. الخيال. نحن القرويون. اسرعوا ايها القرويون. انصتوا. الى الامام. انصتوا كما تشاء. الرامي راكب الجمل. مفهوم. امرك انتهى. انتبهوا حالا. واجهوا مشكلة هنا. مصطفوا. انصتوا يا رجال. امرك يا سيدي. ايها الخيال. السهم في وقت. اسمعوا. اثبتوا الآن. العدو. نحن تحت هجوم. اثبتوا. لنذهب. جاهزون. جاهزة للعمل. سأفعل. أرجو منكم. الخيالة مستعدة. اركبوا أيها الخيالة. أنصتوا كما تشاء. اصطفوا. ضعوا سروجكم. اثبتوا الآن. انتبهوا. ما أوامركم كما تشاء. وصلت الشارع. أنصتوا. لنذهب. القرويون هنا. أيوة. انتبهوا. أصغوا حالا. وقت للسجن. الأوامر. استعدوا جد. الصيد جيد. جاهزون. انتبهوا. تحركوا. أنصتوا يا كما تشاء. جاهزة للعمل. أنصتوا. الخيالة مستعدون. الأوامر. لدي مهمة. القرويون مستعد. أجل. استعدوا جميعا. ما حاجته؟ الصيد جميل. جاهزون. القوس جميل.
الأوامر قادمة. انتبهوا، تقبلوا، ضغطوا، انصتوا يا رجال. القرويل الحال كما تشاء. انصتوا. أجل، ما حاجتك؟ مرحبا، ما حاجتك؟ أصغوا، تحركوا. أجل، مرحبا، لدي مهمة. صفو، أعطني أمر سأقول أكثر. أصغوا. أمرك أسرعوا. جاهزون. العدو. الخيالة جاهزون. مصطفى، اثبتوا الآن. اطلق كلا. سيروا إلى الأمام. مصطفو، استعدوا شبابك. أمرك سيدي. اثبتوا انتبهوا. هيا بنا. لدي مهمة. انتبه. سأفعل. الخيالة مستعدة. أجل، من أجل؟ من لدي مهمة؟ انتبه. سيروا إلى اثبتوا انتبهوا حالا. لنذهب. جاهز. أنصتوا. هيا بنا. جاهزة للعمل. تحركوا أيها الأوامر قادمة. إذا أجل. علم كما تشاء. أنصتوا يا أسرعون. كلا، سأنف. ما حجم الصفو؟ أصبوا. استعدوا جميعا. أمر جاهزوا. لدي في الحال. سأبدأ العمل. القرويون هنا. لدي مهم. استعدوا جميعا. الخيارة مستعدة. ما حاجتك؟ سيتم تشييد ذلك. اثبتوا الآن. استعدوا جميعا. وقت الاستكشاف. انتبهوا، لنذهب. مصطفو، الخيالة مستعدة. أجل. أصبوا. جاهزوا. اثبتوا الآن. انتبهوا، حان وقت العمل. اقبلوا لتنفيذ الامر. حان وقت العمل. انتبهوا، انتبهوا. ماذا لديك يا أخي؟ حسنا، ما المطلوب؟ ايها الجنود، عند اشاره الخيالة مستعدون للامر. ماذا لديك لافعل؟ الخيالة جاهزون. اصبوا جميعا. الخيالة مستعدون للاوامر. قريبا تأتي. حان وقت العمل. سأفعل. الخيالة جاهزون ومستعدون. صمتا. جاهزون للانطلاق. الطاعة الآن. تفقدوا أسلحتكم. أقبلوا لتنفيذ الأمر أيها الخيالة. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ الخيالة جاهزون ومستعدون. أعدوا أنفسكم للأوامر. أقبلوا لتنفيذ. تقدموا بشجاعة يا رجال. الآن تحركوا يا رجال. أنا وقت. ما هي الرابعة؟ الخيالة، الخيالة. الفرسان النبع. أعبروا راكبا الآن. أتوقوا إلى مكان. جاهزون للانتقال. أخذوا العدو بالقرب من هنا. انتبهوا جميعا. الخيالة وقت. تحركوا. أقبلوا لتنفيذ الأمر أيها الخيالة. الفرس عند كلمتي. سيروا. أقبل. أيها الخيالة. جاهز لنركب أيها الخيالة. الخيالة. ونفذوا الأمر. الخيالة مستعدة. جميل. جاهز. أنا العدو في انتظارنا. لنادى. الطاعة تلعب بالطبع. حان وقت العمل. الآن جاهزوا الأسلحة وسيروا. أقبلوا لتنفيذ. جهزوا أنفسكم يا رجال. أي الفرسان؟ الجبلاء يطلقون. الفرسان النبلاء مستعدون. ما هي تحية؟ الفرسان يقفون مستعدين. جاهزون للخيالة. صدر أمر. أيها الفرسان، الطاعة شرف لي. جميل. أعيش لطاعة الأوامر. أيها الخيالة مستعدون. ذلك الفرسان مستهدية. الواجب ليست عبئاً. جاهزون للانطلاق. افعلوا ذلك لنركب أيها الخطوط. جاهزون للانطلاق. نحن نتعرض لقصف شديد. الفرسان النبلاء مستعدون.
أذكر أنا أذهب كما أمر. يسر تقدم أيها القذائف والثقاب. جميع الفرسان مستعدون. الفرسان النبلاء مستعدون. أطاع، هل من أوامر لهدم؟ الفرسان يقفون مستعدين لنركب أيها جميع الفرسان بالحال. الفرسان نركب أيها الفرسان. جميع الفرسان النبلاء مستعدون. على استعداد. أعطني لنذهب. أيها الآن. ما هي أعيش طاعة. حان وقت العمل. في طريقي إلى هنا. أيها الفرس، الفرس أعيش لطاعة الأوامر. الفرس في الحال. ماذا لدي؟ جميع الفرس حافظوا على صفوفكم أيها الفرسان. نتعرض للغاية. أيها الفرسان امتطوا السرور. انتبهوا، حان وقت التحرك. جميع الفرس سيروا أيها الفرس. حافظوا على صفوفكم أيها الفرسان. نتعرض للغاية. الفرس الفرس قدموا أهلكم جاهية. الفرسان نبلاء مستعدون لنركب. الفرس جميع أعيشوا لطاعة الأوامر. Ubids. Hippodrome, let's go. Waiting to hear it over the game sounds, I guess. So let's go all in. Let's do the assistant of the hill cataphracts, just cause Blade's in chat. Probably need a mill. This placement sucks. It is the actual king. He's famous, you know? He can't beat the best King K. Rool in Australia, though. Nee. But he's pretty good at Smash. Let's go, Cataphracken. Don't say it like that. It just seems illegal now. Oh, he has Zugs on his neutral market? I'm jealous. First. Sup, Mark? How's Melbourne? You home or? Actually, where are you now? The scout was there. Man owns over. Yeah. He's also a goat IGL on Ancient. I've never seen him do a bad call. Just don't put him on Vertigo. True. Permaban that shit. Worst map. Yeah, you're home. Okay. Your trip must be coming up soon, Mark. Literal COD map. You just buy the COD gun. It's foolproof. Go away, scout. No. He's bullied me. How? He must have, like, dominated the sheep game. That's not good. He's a Ubid as well. It's a lot of fast castle money. Let's just grab this and then go to his corner. Sheep rush the sheep meta. These don't need sheep anyway. Yeah, well the way I play it, they do.
I don't go winery very often. Bit of a aggro monkey. Aha, I cut him off. Serves you right, punk. You mark's good, but countered by sickness. Please, sir. Yeah, I know, I sound so nasally. Sucks. I didn't even have a voice for 2 days there. Such a weird sickness. How is Dinky so good? Watch State stream. Bro, that is beautiful. Guess he's trying to save it to Castle Age when he does Growth Wing. Does he have a front gold? Because that would be quite handy if he does. It's all about the mangrove. Chad dad jeans. Yeah, been down to the mangroves. We need to make that a friggin' sound on this stream. Redeemable mangrove sound. Put it out here. Has he got a side gold? I don't know. I didn't see that earlier. We do need a Lambo in the mangroves emote also. That is it. I have a couple new emote slots thanks to all these lovely subs. So, I like the suggestions. Keep them covered. The mangroves is pretty good. Longbowman, he's gonna have a camel. Need to watch out for that. Inky 2 camel. I think this guy's conk free. I may get wrecked here. But let's do it. Oh! Run! Run! Kill the sheep, let's go. Bop, bop. No, 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 no! Don't do it to me, man! Oh! Oh, we got this. I've got more than you! Oh, he's got two! Oh, shit! Got myself housed, as Longbow should be out a little earlier. He's gonna try build a tower. So I need to, like, stop that. Best of my ability. When he builds that tower, we do triumph. Otherwise, we wait for the longbows. Maybe we get a charge off. Maybe we do. Bit of damage. We'll take it. This guy has the best win rate. Am I versing like a Louis Smurf or something? I think a Japanese name though. No idea who this is. Oh, he's making camels. He's cracked. He knows the meta. What do I do? Oh, he saw it. We scout, of course. I didn't see he had one. What is that parking, dude? That was dog shit. Apocorisate. Equilla.
Give me the distractions. I kind of want to age up, but Miss Macrod here. And I needed my second assistant. Cheap meta is evolved into Camo meta. Dude, he actually made Desert Raiders. He's cracked at the game. Oh shit, I'm gonna get caught out. Why did I even go back in? Yes. Okay, he's staying feudal longer. He still has growth ring over me. Oh my god, go home. What are you doing? Maybe if I went javelins, he's fucked, right? They just hard counter camels to no end. He's doing my own strat against me. He knows what's up. I'm so terrified. Let's go boring. Oh, shit. I think he is the Wolfie of AoE, clearly. Fuck off. Nerd. Oh my god, Jiggly, thank you for the raid. Oh my god, is there another raid? What's going on? Oh, and Housed Horse, the double whammy. Thank you guys. Hope you had a good team game. I hope they didn't dodge you too much. A good team game. Good team games. Thank you for the follows also. I don't really know what I'm doing. I don't know why I went barracks against camels, but whatever. Screw it. Pixar, it didn't happen. I heard Jiggly beat. Yeah, true. Pixar, it didn't happen. That's a good policy. Getting kind of bamboozled, to be honest. I can't go cataphracts. I don't know what to do about it. Maybe we can get a pick on this big line. No, he's there. I wish I saw that. Oh, I kind of want that instead. I'm going to go into a face. Then we have crossbow, longbow, maybe. I'm just going to commit to this for now. See how it goes.
must be idling these villas a lot running around. Alright, we need less gold. Food, actually. Okay, that honestly went all right. Okay, we need a little time now. Who's this making fucking... That sucked. I'm regretting decisions right now. I'm regretting a lot of decisions right now. Oh boy, we have no food gathering. Please, have mercy on me. Oh, this is so doomed, GG. Oh, no. I think if I just go cataphracts instead, it's kind of fine. Just go cataphracts with the longbows. I just needed to idle him and then buy time to do the transition. Fuck, you made Kevils! Kevils are too good! Oh, this guy's lovely. I think you were winning, but Cataphracts definitely caught. I know, but I just sort of stick to my game. I tried something different and I wasn't macroed for it. That's my issue. I should have just made like two Cataphracts and then done the transition. Because... sure, the camels can chase them, but yeah, it's all good. But yeah, I think getting archery earlier and doing the infantry is good. Every decision Dinky makes is perf. Thanks, Simon. I want to play Byzantines all day.